بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المحاضرة الخامسة في دروس الأندرويد للمرحلة الرابعة في كلية تكنولوجيا المعلومات قسم البرمجيات في جامعة بابل. أنا محدثكم دكتور وضاح رزوق بيعي. إن شاء الله اليوم راح نكمل السلسلة مالتنا في موضوع الإيمجز والمنيوز، انه شلون اجي اضيف فد مجموعه من الصور، والصور قد تكون هي كليكابل اي قابله للنقر، يعني معناتها تكون هي اكتف، وايضا نضيف المنيو الخاصه بالاكشن بار يعني في تطبيقات الاندرويد. اول شيء بالبدايه نحاول انه نضيف الصور طبعا اكيد هي يعني حال اي ايتم اخر ممكن انه انا اضيفه للبروجكت يكون مكانها في الـ طبعا اكيد اكو فولدر اللي هو اسمه دروبل، راح ممكن ان يتضمن في الفولدر الخاص بالريسورسز، اقدر اضيف مجموعه من الصور. الصور قد تكون اما تكون مضمنه يعني من ضمن التطبيق طبعا، وهذا شيء يعني فيه بعض المحاسن والمساوئ بنفس الوقت. المحاسن مالته انه هي تكون محمله اصلا اوريدي، وهذه طبعا نحاول دائما الصور تكون يعني مثلا صغيره، الريزولوشن مالها مثلا مو عالي كلش، لانه اكيد كل ما نزيد الصور الموجوده بالتطبيق والمضمنه ضمنيا راح تكون التطبيق مالتي السايز مالته كبير، ولهذا راح اليوزر ممكن يعني ان يتحمل عناء الداونلود مالته من يعني من الستور اللي موجود بيه، او يعني في اي مكان من اريد اني انصبه او انقله. الشيء الاخر طبعا اكيد في حال لو اني اقلل الريزوليوشن ممكن انا اضمن الصور مالتي ايضا ممكن تكون ريزوليوشن عاليه، هاي بعد تبقى يعني يم المطور نفسه وقراراته في التصميم. الشيء الاخر الصور ممكن انه تكون مثلا محمله على يعني مثلا فد يعني في الدستور لك انت مثلا في السيرفر مالتك اللي طبعا ممكن يعني يرتبط مع الابليكيشن، حتى اول ما يحمل التطبيق مالتك واول ما يشتغل ممكن انه تتنزل اوتوماتيكيا من السيرفر، وممكن ان تكون دائمية اصلا بالجهاز يعني في مكان خاص انت تحدده بالفايل سيستم، حتى دائما تكون استخدامها يعني باستمرار، وهذا ايضا يعني يبقى انت قرارك. اوكي، السيستم اللي نحاول انه نسوي اليوم او يعني ابلكيشن هو عبارة عن ابلكيشن خاص بمثلا مطعم او مثلا بكافيه، يعني هو مسميها بالكتاب اسمها درويد كافيه. يعني هو عبارة عن لستة من ثلاث ايتمات، ذولا عندنا 3 ايتمز، دونات وايس كريم ساندويتش وبعد فد نوع اخر من الايس كريم مثلا. فهو يعني يقول لك افضل من ما اني انه اخلي يعني لليوزر الكتابة فقط، اخلي وياه فد مجموعة من الصور حتى تكون يكون الابليكيشن ذو دلالة. طبعا اكيد اللي احنا اخذنا باليوزر اكسبيرينسز يعني بالكورس الاول انه الصور دائما لها دلالة اكثر من التكست. فهنا تبقى انت انه شلون تجي ترتب يعني الايتمز اللي عندك انت، يعني التطبيق راح يكون يعني حال اي موقع ممكن انه انت تصممه وتخلي بيه مجموعه الايتمز اللي عندك. في حال لو كانت عندك ايتمز اكثر تقدر انه تضيفها يعني فنقول بسكرول لاي اوت، حتى يعني تسوي سكرول داون على الايتمز الموجوده عندك. ولكن هذا يعني في التطبيق كلش بسيط، هو عباره عن 3 ايتمز هم مجموعه من الصور ومعها تكست. خلينا نرجع الى السلايد. راح يكون عندنا طبعا اكيد الاضافه تكون باضافه فد فيو من نوع اسمه ايمج فيو. طبعا اكيد هذا الايمج فيو هو كليكابل. اوكي، ف يعني انا اقدر انه اضيف هذه او هذا الاتريبيوت اللي هو اندرويد اون كليك. في حال لو انا اضيفه راح يصير راسا يعني مباشره هذا هو الايمج فيو حال اي بوتن اخر. اذا يعني كانما انا حولته يعني من ايمج فيو بس الى ايمج فيو
زائدا يعني خلينا نقول ضمنيا بوتن. اكيد طبعا هذا الايمج فيو انا اقدر اخلي يمه مثلا في التوصيف معين اللي هو التكست، اوكي، اللي حتى يكون ذو دلالة عليه. وطبعا اكيد يعني بالتالي اني اوريدي بما انه اني استخدم الاون كليك، اذا اني يجب ان اربط ويا الكول باك فانكشن الخاصة بالكليك في هذا الـ يعني الايتم، ويكون قابل الى الكليك او النقر. طبعا اكيد اني لما اسوي كليك لازم اربط ويا فت كود معين بالجافا حتى يتم عملية الشيء المطلوب منه. هنا راح يكون هو عبارة عن عرض لي يعني ل يعني في التكست هيك بسيط هنا، اوكي، اللي هو هذا هنا، فد هيك فد يعني فد رسالة بسيطة اللي هو عبارة عن يو اوردر ان ايس كريم مثلا ساندويتش، فينطينا نوع الاوردر اللي انطلب بتكست كلش بسيط، اوكي. راح يكون عندي هذا الايمج فيو، هو فشيء مضمن اصلا بالاكس ام ال فايل. اكيد طبعا هنا راح نشوف اكو فشيء جديد علينا، وان شاء الله هم راح نشوف التفصيل مالته اللي هو الكونتنت مين دوت اكس ام ال. احنا سابقا كل يعني التفاصيل اللي عندنا نخليها مثلا بال اكتيفيتي اللي هي المين اكتيفيتي، بينما هنا لا، هنا راح نحاول انه نفصل هذا الـ يعني النوع من الاكتيفيتي مالتنا، بحيث يكون عندي اني الاكتيفيتي الرئيسي ويكون بداخله يعني فد يعني نقدر نسميه سب اكتيفيتي، او نقدر نسميه يعني نقدر نسميه سب اكس ام ال فايل اللي ممكن ان يحتوي لي على فد مجموعة من الـ من الايتمز. اوكي، فهذا النوع هو البيسك اكتيفيتي. البيسك اكتيفيتي هذا يختلف عن النوع الاول اللي احنا اصلا اخترناه اللي هو الامتي اكتيفيتي. الامتي اكتيفيتي كنا احنا سابقا في المحاضرات اللي اخذناها بالبداية، الامتي اكتيفيتي يعني يعطينا فقط المين اكتيفيتي دوت اكس ام ال، وهذا اخلي بيه الايتمز اللي عندي. هنا البيسك اكتيفيتي راح يحتوي لي الفولدر مالت الريسورسز، اللاي اوت يحتوي لي على 2 اكس ام ال فايل، يعني الاكتيفيتي الواحد راح يكون له 2 اكس ام ال فايل. اللي يرتبط ويا مباشره بصوره مباشره، يعني اللي يعني الكود مالت الجافا هناك، يعني لما استدعي الاون كرييت تتذكرون اللي هي الداله اللي هي سيت كونتنت فيو، راح ترتبط لي مباشره مع هذا اللي هو هذا الرئيسي اللي هو الاكتيفيتي مين دوت اكس ام ال، ويا ايضا راح القى الكونتنت دوت اكس ام ال. هذا هو الرئيسي ويحتوي لي بداخله هذا الكونتنت مين. طبعا هذه التفاصيل اللي هنا موجوده هي عباره عن التفاصيل عن الدروبل فايل الفولدرز، انه اني وين اخلي الصور اللي عندي. اوكي، طبعا هذا فالتفصيل عن او يعني او فالنموذج عن المين اكتيفيتي. هذا هو المين اكتيفيتي. تقريبا هنا يتكون من 3 اجزاء او من 4 اجزاء رئيسيه. الجزء الاول طبعا هو التعريف مالت المين اكتيفيتي العام، انه هو هذا شنو هو، منين يتكون، كذا، ما اعرف ايش الى اخره. النوع مالته هو اسمه كوردينيتر لاي اوت. هذا النوع شوي احنا ما اخذناه بالمحاضره السابقه، هذا فد نوع خاص اللي بحيث ممكن انا اخلي بيه فد مجموعه من الكونتنتس الداخليه، وهسه سنجي نشوف ليش. هذا النوع هو الكوردينيتر لاي اوت. طبعا ممكن ان يحتوي لي بداخله على الابلكيشن بار لاي اوت اللي بيها التول بار. هذا هو الابلكيشن بار لاي اوت اللي هي يعني هسه ان شاء الله نشوف فد مثال عليها اكثر، اللي ممكن ان نرجع للصوره. هذا يعني هذا ككل هو المين اكتيفيتي، هذا بي الابلكيشن بار، هذا هو الابلكيشن بار لاي اوت، وبي الكونتنت مين، الكونتنت مين، هذا الكونتنت، واخر شيء اكو هذه التول بار اللي هي اوبشنال اللي يكون بها، هذه يسموها فلوت تول بار، هذه اللي يكون بها مثلا ايكون مال يعني
ايميل او مثلا ايكون خاص مثلا بتسجيل يعني الدخول او الخروج، ساين ان ساين اوت، بها مثلا ايكون خاصه بالاوكي كذا يعني الى اخره. ممكن اخلي لي مثلا فد ايكون اسوي لي فد شغله معينه، مثلا اذا شايفين بالكاميرا اكو فد ايكون دائما موجوده اللي هي عباره عن يعني ايكون دائريه او مربعه، ممكن انه تسوي لي عمليه الالتقاط او التسجيل الى اخره، فممكن انه استخدمه. ارجع على الكود مالته اللي هو مالت هذا يعني اللاي اوت نفسه، فراح اشوف هنا هذا الابلكيشن بار لاي اوت. وايضا اخر شيء عندي الفلوتنج اكشن بار اللي يكون بهذا يعني البوتن الخاص بالايميل او في شيء ثاني يعني حسب احتياجك. وبالوسط هذا هنا عندي استدعاء فقط كول، هذا يكون عندي عباره عن كول استدعاء هذا الى الكونتنت مين اكس ام ال الثاني اللي هو السب اكس ام ال فايل. هذا راح يكون عندي هنا كول اللي هو عباره عن انكلود، راح هنا اضم اللاي اوت اللي موجود بالفولدر نفسه اللي هو الثاني اللي هو سب لاي اوت، اللي هو الكود مالته راح يكون هذا اللي هو الكود العادي اللي يعني احنا شايفيه به هذا فد لاي اوت، اي نوع من انواع اللاي اوت اللي اريد اخليه. هذا هو ريليتيف لاي اوت هنا اذا تتذكروا بالمحاضره السابقه، هو والاتريبيوتس الخاصه به وكل شيء هو الخصائص مالته. اوكي، ايضا هنا التولز مالتي يقول لي شو انه هذا يعني وين راح تنعرض هذه الاشياء. طبعا اكيد اريد اعرضها الاشياء الموجوده هنا، اريد اعرضها في الاكتيفيتي مين، فهنا راح يصير عندي هنا اني يعني عمليه ربط يعني هناك بالاكتيفيتي مين السابق اللي هو هذا، اربط ويا السب كونتنت مين هنا في عمليه الانكلود، وهذا اوتوماتيكيا اني هنا اقول له انه هذا هو تابع الى هو عباره عن تول تابعه الى هذا الريليتيف لاي اوت اللي هو الاكتيفيتي مين. اوكي، فراح يكون عندي بيفد مجموعه اشياء اللي هي الايمج فيو، تكست فيو اقدر اخلي بها اشياء اضافيه. طبعا اكيد انا كل ما اريد اضيف يعني فد شيء معين اما اضيفه يعني عباره عن تكست اكتبه او اضيفه بالدراج دروب. اوكي، الشيء اللي سولفنا عنه قبل شوي اللي هو وجود الاون كليك، هذا الاون كليك هنا انا اقدر اضيفه واضيف وياه يعني الكول باك فانكشن اللي اسويها اني، فراح يكون هذا الفانكشن اللي اسمه ايس كريم راح يرتبط وياه مباشره هناك بالكود مالت الجافا. اوكي، هذا كلام انه شلون يعني هذه التفاصيل اللي كلها قبل شوي سولفنا عنها، فما نريد ناخذ بها وقت اكثر. اوكي، فهذه عندي هنا انا بما انه عندي حاليا بالتطبيق ثلاثة ايكونز جديدة تكون هي كليكابل او ثلاثة يعني من الصور قابلة الى النقر، فراح اكيد احتاج الى تلف كول باك فانكشنز الها، هذه الاولى وهاي الثانية وهاي الثالثة، كل وحدة اقدر اعطيها فد اسم معين. هنا أنا بالكتاب مطيها الاولى مسميها شو دونات اوردر، الثانيه شو ايس كريم اوردر، وهنا شو فرايو اوردر مثلا يعني حسب الشيء الموجود هنا. قبل شوي ممكن ان يكون الكود هذا اللي هنا هو ايس كريم ولكن هو اسمه شو، ممكن انه نغيره اللي هو اسمه شو ايس كريم اوردر، لانه قد يكون التطبيق اللي انا مسويه ببعض الاختلاف بالتسميات، فهذا مو يعني مو فد اشكال. المهم انت عندك يكون يعني متطابق بين الاكس ام ال فايل وايضا يكون عندك يعني هو نفسه، وطبعا اكيد اكفى طريقه انت اي اسم تكتبه هنا في الاندرويد ستوديو، اي اسم تكتبه هنا يم الاون كليك اول ما تطير راسا بالرايت كليك راح تطلع عندك قائمه تقول لي اريد اسوي كول باك فانكشن بهذا الاسم في ملف الجافا المرتبط مع هذا المين اكتيفيتي. اوكي، وهذا راح يكون عندي هذا. اذا ذولا عندي هسه ثلاث فانكشنات، كل وحده بيهم تستدعي فداله، هو شويه يعني خلينا نسمي بالكتاب
مرتب الـ يعني الكود مالته، ف يعني عملية الطباعة والشو تكست اللي هو مسويها يعني هي عبارة عن فانكشن، يعني هسه هذه فانكشن موحدة يدز بيها السترنج اللي يريد يطبعه في كل مرة. فأكيد هنا أنا يريد أنه هو عنده فد مسج، المسج هو طبعا ضامه بالسترنج، يعني بالسترنج فايل اللي موجود يعني بالريسورسز. فهنا أنا اوتوماتيكيا يجيب السترنج الموجود اصلا هناك يضمه بالجيت سترنج وياخذه هنا ويدزه الى الداله اللي اسمها شو فود اوردر اللي هي هذه موجوده. اوكي، يعني هذه فداله بسيطه هو مسويها اللي هي هذه شو فود اوردر، تاخذ المسج من كل واحده من ذولاك الكول باك فانكشن وتدزها الى فدالة أخرى اللي هو مسميها display toast، هذه اللي هي تسوي لي عملية التوستنج. طبعا أكيد أستدعي هذا التوست make text كذا دوت show وأعطيه السترنج اللي أريد أنا أدزه. ممكن أنا أغير في هذا الكود؟ نعم ممكن أنه تغير، ممكن أن تستغني عن هذه الـ يعني الـ sub functions اللي هو مسويها، وممكن أن تستدعي رأسا بصورة مباشرة التوست make text في كل وحدة من ذول الفانكشنز الموجودة هنا أمامك. أوكي، النوع الآخر اللي هو المنيو and action bar. طبعا أكيد راح تكون عندي هنا الاكتيفيتي مين دوت اكس ام ال، هذا هو الـ يعني اللي قبل شوية سولفنا عنه اللي هو عبارة عن يعني الفايل الاكس ام ال الرئيسي اللي ممكن ان يحتوي لي على كل هذه الاشياء. قبل شوي شفنا ايضا بها اللاي اوت مالتها هي عباره عن الكونتنت مين هذه. اوكي، طبعا هنا أنا ممكن ان يعطيني يعني في التعريف اخر، يعني يقول لي هذه العمليه في يعني في تفصيل اللاي اوت، تنطيني امكانيه اسهل في التعامل مع الكونتنت. طبعا اكيد بالطبع هذا الشيء يسهل لي انه انا في حال لو كان عندي الكونتنت الداخلي هذا، طبعا ممكن ان تجري عليه مثلا فد مجموعه من التغييرات، مجموعه من الابديت، الكونتنت قد يتغير من يوزر الى اخر، فهذه الاشياء حتى لا تاثر على يعني الاكتيفيتي يعني بالكامل او المين اكتيفيتي. فهنا أنا يعني يقول لك اني اريد اني اسوي فد يعني فد تفصيل اكثر اللي بحيث يعني يعزل هذه الامور، انه الايتمز المتغيره الايتمز الاشياء اللي يريدها يخليها في مكان ثاني حتى التغيير يكون عليها كل سهل، وايضا ما لها علاقه بالستركتشر العام للاكتيفيتي مين اللي هو يسوي. طبعا اكيد هذا الفصل اللي مسويه هو يعني فشيء رائع جدا حتى يسيطر على الديزاين اللي هو يسوي. اوكي، الشيء الاخر والكلش مهم في هذه المحاضره اللي هو الابلكيشن بار او ممكن ان يسمى الاكشن بار. الاكشن بار مثل ما شفتوا يعني ممكن ان نشوف يعني فد صوره اليه، هذا هو الاكشن بار هذا اللي موجود فوق، وهذا ايضا التكمله مالته، هذا هو الاكشن بار. يعني ممكن ان يحتوي لي على ايكون هنا مثلا في شيء معين، يحتوي لي على التكست اللي انا كتبه حتى يدل على يعني الاكتيفيتي اللي يعني حاليا مشتغله. الشيء الاخر اللي هو ممكن انه يعني يحتوي لي على فد مجموعه من الايكونز اللي هم ذولا، الايكونز قد يكونون ظاهرين بصورة دائمية أو لا، أو ممكن أنه يكونوا ظاهرين يعني بصورة متقطعة أو يعني حسب يعني توفر المكان المناسب لها، وسنجي نشوف أيضا التفصيل هذا لها. أيضا أكو هنا عندي فد يعني فد سب منيو هذه الموجودة هنا اللي ممكن أخلي بيها فد مجموعة من التفاصيل اللي هي التفاصيل اللي ممكن إنه اليوزر يعني ما يستخدمها بصورة دائمية، فأقدر أخلي هي يعني بسب منيو اللي حتى ممكن إنه يضغط عليها اليوزر وتطلع على الايتمز اللي يريدها.
اوكي، فهذا هو الاكشن بار اللي عندي. فاكيد طبعا التعريف مالته راح يكون هو الروت مالت الكوردينيت لاي اوت، فهو راح يكون بالتوب مالته، يعني مثل ما شفنا قبل شويه بالكود. طبعا اكيد الاوبشنز منيو اللي راح اني اربط وياها هذه يعني اللي هي هذه الاوبشنز منيو هذه، اوكي، اللي انا اقدر اخلي بيها فد مجموعه من الايتمز، كل وحده بيها هي كليكابل، اللي بحيث اليوزر اي يعني على اي وحده من ذول الايتمز يقدر يسوي كليك. اول ما يسوي كليك على اي وحده من ذول او على الايتمز الموجوده بالاوبشنز منيو اللي هي هذه، اوكي، فيقدر انه راسا تتنفذ الاشياء الموجوده بيها. طبعا اكيد التنفيذ حاله حال اي كليك اخر. هسه نجي نشوف الكود مالتها. اوكي، المحتويات هي الاتي، اللي هي الابلكيشن بار، البودي العام اللي يكون بالتايتل، وايضا ممكن ان يحتوي لي على الاوبشنز منيو والاوفر فلو بوتن اللي هي هذه يعني البوتن اللي بيها النقاط الثلاثة، أو هسه بالفيرشنز الأحدث اللي يكون بيها هي عبارة عن خطوط ثلاثة واحدة فوق الأخرى. أوبشنز منيو أيضا عندك الـ يعني الأكشن أيكونز اللي هم الأوبشنز منيو ذولا، أوكي، فيكون عندي بيها الأوبشنز منيو أكشن أيكونز اللي هم الأيقونات الظاهرة يعني لليوزر بصورة دائمية. ايضا اكو عندي الاوفر فلو بتنز او الاوفر فلو بتن اللي هي هذه البتن اللي بيها الدوتس الثلاثيه او الشخوط الثلاثيه، طبعا اكيد يعني حسب ما انت تريد يعني تكون الهيئه مالتها. الاوبشنز اوفر فلو منيو اللي هي هذه المنيو الجانبيه اللي عندما يضغط اليوزر على هذه الاوفر فلو بتن راح تطلع الاشياء الاخرى. اذن ذولا الاربع عناصر الرئيسيه، ذولا كلش مهمين بالنسبه الى المنيو. الاوبشنز منيو ايتمز طبعا اكيد هي تنطينا هي الاوبشنز اوفر فلو منيو. هسه نجي نشوفها بالتفاصيل مالتها. طبعا اكيد اكو فد موضوع كلش مهم واللي هو ايضا يذكرنا بما اخذناه بالكورس الاول باليوزر اكسبيرينسز. كل اليوزر لما يتعاملون مع اي ابلكيشن راح يشوفون يعني اكو اشياء هم متعلمين عليها، يعني اكو مثلا مجموعه من الايكونز اللي هي خاصه مثلا بالنوتيفيكيشنز، خاصه بالسيف، خاصه بالكوبي، خاصه مثلا بالشير، كل هاي الامور يعني مع بعض الاختلافات بين التطبيقات، ولكن تقريبا هي تذكرون مثل ما اخذنا الاعتماد الدائم على اليوزر اكسبيرينسز كلش مهم، بحيث اني اكو شغلات اليوزر هو يعرفها ويعرف يستخدمها، فيكون استخدامها ووضعها بالابلكيشن يسهل على اليوزر استخدام الابلكيشن ماتي، يعني خلينا نقول ولو لاول مره، يعني اول مره والمره الثانيه، لحتى دائما الابلكيشن اللي انا اسوي يكون هو هذا، يعني خلينا نقول يعني من الابلكيشنز اللي يفضلها اليوزر للاستخدام. طبعا هذا الشيء كلش مهم. اذا يعني اغلب الاندرويد ابلكيشنز تحتوي على هذه يعني المنيوز ووجود هذه الايكون بحيث اني اسهل على اليوزر الاستخدام. اوكي، هذا الكلام نفسه على الاندرويد كافيه اللي قبل شويه اللي يعني شفنا فد مثال كلش بسيط عنه، اللي هو انه عندي اني فد يعني فد ابلكيشن هو خاص بالطلبات، فاذا اني يعني هذا الابلكيشن ابدا اضيف عليه الاوبشن منيوز اللي عندي حتى او الابلكيشن بار وايضا التفاصيل مالتها، اللي حتى اضيف مجموعه من الايكونز اللي ممكن انه يساعد اليوزر. اوكي، فهذا طبعا اكيد هذا يعني في التفصيل اخر عن الابلكيشن بار لاي اوت اللي هو هذا. اوكي، في الفيرشنات يعني القديمة اللي هي الأندرويد، طبعا هنا راح نشوف هنا اكو شيء اسمه الأندرويد سبورت فيرجن 7. هذا شوية يمكن الهيئة ما تختلف عن يعني اللايبريز القديمة،
كان سابقا اكو شيء اسمه الاكشن بار، اللي هو رأسا يتضمن يعني الاوبشن منيو ايتمز. هنا بالفيرشنات الحديثة من اللايبريز انضافت اكو شيء اخر اللي هو صار بيك نقول في التفصيل اكثر، اللي هو وجود الابلكيشن بار لاي اوت، اللي هو عبارة عن فيرتيكال يعني لاي اوت، راح يكون راح تتضمن التول بار الخاصة بوجود الـ Option Menu Items، وأيضا النتيجة هي واحدة تقريبا. أوكي، هذه أيضا يعني تقريبا نفس الكلام اللي حكينا بيه، أنه وجود الـ Application Bar Layout، اللي هو يعني اللي هو عبارة عن Vertical Linear Layout يتضمن على تول بار اللي هو عبارة عن كلاس يدعم او يعني مدعوم من السبورت لايبرري اللي هي فيرجن 7. طبعا اكيد ممكن انه يتضمن على الكثير من الشغلات اللي هي نافيجيشن بار وغيرها، الايتمز الى اخره. كانت الفيرشنات السابقه تعتمد على الاكشن بار، ولكن استغني عنها بهذا النوع الجديد، وايضا قلنا النتيجه هي واحده. اوكي، هذا فد طبعا اكيد اني لما اضمن يعني احنا قلنا سابقا اي شيء نسويه اذا اكو عندي فد يعني فد اكس ام ال فايل، يعني هذا الاكس ام ال فايل اقدر اضمن اني بالسيت كونتنت فيو اللي هو هذا. اذا اني بالاون كرييت التابعه الى المين اكتيفيتي كلاس اللي عندي، اللي طبعا احنا حاليا جاي نسولف بالجافا كلاس. راح هنا انا اسوي يعني عمليه الارتباط مع اللي هو سيت كونتنت فيو، اربطه ويا الاكتيفيتي مين. هنا انا راح احتاج يعني فد ريفرنس اللي هو هذا عباره عن اوبجكت من نوع تول بار. هذا التول بار هذا فد كلاس، هذا الريفرنس اله اللي هو راح اخذ التول بار اللي تحتوي لي على الاوبشنز منيو، اللي حتى يكون لي كرفرنس برمجي اقدر اتعامل وياه بصوره مباشره. طبعا اكيد هم لازم اسوي بيه يعني عمليه ربط ويا الجافا كلاس اللي هو عباره عن استدعاء الفانكشن اللي اسمه الاي بي اي فانكشن سيت سبورت اكشن بار اللي هو هذا، وانطيه شنو هو التول بار المستخدم. اوكي، طبعا هنا كل واحده من يعني الاوبشنز منيو ايتمز راح يكون شكل يعني التكست مالته في الاكس ام ال هو كالاتي: وجود تاج اللي اسمه ايتم يبدي هنا وينقفل، وبيفد مجموعه من الاندرويد اتريبيوتس اللي هم الاي دي، اكيد لها اي دي معين. طبعا الاي دي هو عباره عن يعني فد رقم راح يكون يعني بيها. اوكي، وممكن انه يعني ممكن ان ينخزن بال يعني هنا بالاي دي اي دي فايل. زين، راح يكون عندي هنا طبعا اكيد اي دي فايل، واكو شيء اسمه الاكشن سيتنجز. هنا راح يكون ممكن ان يعني يحتوي على الرقم اللي يشير الى هذه المنيو ايتم. طبعا اكيد اني لما اسوي كليك راح يكون الاستلام للكل، يعني راح يعني يعني هنا الفرق بين الاوبشنز منيو ايتمز ويا البوتون راح يكون الكل وحده منها لها يعني فانكشن خاص بيها، بينما هنا لا، راح يكون عندي الكول باك فانكشن الى المنيو ايتم الى كل الايتمز. هو يعني هناك الاستلام بجافا فايل راح يكون عندي يعني بداله واحده فقط، ولكن الفرق هنا راح يكون عندي شلون انا افرق بيناتهم يعني بالاي دي، انه انا اشوف هذا الكليك منين اجاني، يعني من يا ايتم من ذولا، واكيد طبعا عن طريق الاي ديز. اوكي، الاوردر هنا راح يكون هذا طبعا اوردر ان كاتيجوري، هذا هنا فمعناته انه عندي هنا ترتيب العناصر اللي عندي الموجوده كل وحده بيها يعني حسب ال خلينا نقول الرقم اللي ممكن ان يحتويه هذا الـ يعني
الاتريبيوت. شلون انا عندي هسه هذا الايتم راح يكون عندي الرقم مالته 100 بالاوردر، ممكن انا عندي فد مجموعه ايتمز اخرى مثلا فد 4 5 كل واحد له رقم، مثلا عندي الايتم واحد من الايتمز يكون الرقم مالته اللي هو اوردر ان كاتيجوري هو مثلا 25، واحد مثلا الترتيب مالته 2، واحد الترتيب مالته 80، ولهذا راح هو هسه اوتوماتيكيا راح شو يسوي الاوبريتنج سيستم يرتبهم طبعا اكيد بالترتيب من الرقم الاصغر الى الرقم الاكبر، فاكيد راح يكون عندي هنا زين. هسه واحد يقول انا ليش ما اخلي هنا الارقام مثلا 1 2 3 4 5 خلاص، اقول لك لا، ممكن انه انت تريد مثلا مستقبلا تضيف مثلا فد ايتم، ممكن يعني انه ان يحشر بين هذا بين مثلا تو ايتمز، فممكن انه انت تخلي فراغ او يعني بالنسبه الى يعني في عمليه الاوردرنج، حتى في المستقبل تقدر انه تقعد مجموعه من الايتمز في مكانها الخاص بدون انه تغير على يعني الاوردر كاتيجوري نمبر الى اي ايتم اخر. اوكي، التايتل مالته همين يعني من ضمن التايتلز الموجوده هنا انت عندك بالاكشن يعني سيتنجز. اوكي، وهنا أنا show as action اللي هو never. اوكي، انا عندي فد مجموعه من يعني التفصيلات اكثر على هذا الاتريبيوت الخاص اللي هو الاب show as action، كلش مهم سنجي نشوفه ان شاء الله بالتفصيل. نروح نشوف. اوكي، هذا تقريبا الكلام نفسه عن انه شلون اجي اني اخلي الايتمز مالتي، هذا شرح على انه شلون راح يكون عندي فد مجموعه من الايتمز اللي هم عباره عن 4 من الايتمز، واحد اسمه اوردر، الثاني اسمه ستاتس، الاخر اسمه فيفورتس والكونتاكت. اوكي، فصراحه راح لو نشوف ذولا هنا هذا التفصيل، هذا راح يكون على الشو العفو اللي هو على هذا الشو از اكشن. طبعا اكيد اني مو كل الايتمز اريدها تكون يعني واضحه لليوزر، يعني على سبيل المثال اني مثلا بالتطبيق مالت الفيسبوك اكو عندي هواي شغلات مثل السيتنج، شغلات الخاصه مثلا بالبروفايل كذا ما اعرف ايش الى اخره، طبعا هذه اشياء اليوزر مو دائما يعني خلينا نقول بحاجه الها، فدائما توضع وين توضع بال الاوفر فلو منيو اللي هي ممكن انه تروح ويعني وممكن انه يعني يجي يضغط اليوزر على الاوفر فلو بتن وتطلع على الاشياء المخزونه. طبعا اكيد اكو نوع اخر اللي هو السلايد منيو، هو فشيء مشابه الى يعني انه يعني الاكشن بار او يعني الاكتيفيتي بالكامل تروح نحو اليمين او اليسار وتطلع الاشياء الموجوده، وهذا في النوع اخر سنجي نشوفه، ولكن هو ايضا شبيه بهذا النوع من الديزاين اللي هو وجود المنيو زين. فهسه نجي نشوف انه شلون اني اجي اتحكم بالايكونز اللي هي طبعا دائمه الظهور او تكون يعني ممكن ان تظهر يعني حسب وجود الـ يعني المكان الكافي لها او تكون دائما مخفيه. فراح يكون يقول هنا انه اخلي ذولا تو ايكونز اللي هو او تو ايتمز اللي هم الاوردر والستيتس اللي هو مسميهم هنا اوردر وستيتس اللي هم ذولا، خلينا نجي نشوفهم. ذولا عندي هذا الاوردر وعندي هذا الستيتس، وراح يكونون ذولا دائمي الظهور. شيء اخر اللي هو الفيفورتس، هذا اللي هو طبعا هنا هسه حاليا هذه الاوفر فلو بوتن هي طبعا تكون دائما يعني موجوده دائما، فلما يجي يضغط عليها اليوزر راح ممكن ان تحتوي لي على الشغلات اللي هي طبعا يعني تكون دائما مخفيه، واللي هنا راح يقول اني افترض انه الكونتاكت هذه اريدها تكون دائما مخفيه، الفيفورتس هذه اريدها لا اريدها تكون يعني في حال توفر مكان لها في الاكشن بار ممكن اني انه
اظهرها، او لا في حال لو يعني لو كان الاكشن بار هنا مثلا صغير الحجم هنا، فتكون هنا مخفية عن اليوزر. هاي شو وقت تصير انه يعني لها مكان او لا في عملية يعني لما يكون العرض او الشو عندي هنا بال يعني لاندسكيب او البورتال، يعني لما تكون لما يكون العرض مالت يعني الموبايل او التابلت اللي انا مستخدمه يعني بصوره عموديه او بصوره افقيه. فاكيد طبعا لما استخدم الشاشه مالتي بصوره افقيه راح يكون عندي في مكان واسع الى الايكونز، واقدر اخلي به مجموعه من الايكون. وكنا شايفين احنا لما دائما الشاشه تكون بالمقلوب او يعني بصوره عرضيه، ممكن انه تكون عندي ايقونات ممكن ان تستعرض يعني بصوره دائمه الى اليوزر، ولما يرجع الى الوضع الطبيعي اللي هو الصوره العموديه راح اكون مجموعه من يعني الايتمز ممكن ان تختفي وتظل الاشياء المهمه فقط. اذا راح يعني طبعا اكيد هنا قبل لا نستمر راح يكون عندي هنا انه شلون اجي اضيف الايكونز. ان شاء الله هسه تشوفوها بالعمل بصوره تفصيليه اكبر. انا اقدر اروح الى الريسورسز فولدر واقول له هناك يعني على الدراوبل اقدر يعني هناك ادوس رايت كليك واكو اقول له نيو، اكو فد شيء اسمه ايمج اسيستنت اللي هو هذا، وهذا اقدر اضيف من عنده فد مجموعه من الايكونز. اكو فد شريحه كبيره من الايكونز تقدرون تشوفوها يعني لكل ايتم ممكن انه انتم تختاروا له الايقونه المناسبه. طبعا اكيد اختيار الايقونات اكو ايقونات هي شائعه اليوزر يعني يعرف انه هذه يعني مثلا شو تسوي، اللي هي ممكن انه تسوي لي مثلا الاوردر اللي هي مثلا شكل السله اللي يعني عمليه مثلا اللايك والكذا والمعرف ايش هذه اللي يعني يعني مثلا صورة ال يعني الايد اللي تسوي لايك، القلب ممكن انه ينطي مثلا لايك الكذا المعرفة ايش، هذه امور اليوزر عنده خبرة بيها ممكن ان تستخدمها بصورة مباشرة، طبعا بالاضافة الى فد مجموعة من الايكونز الاخرى اللي تقدر تشوفها. اوكي، هذا الاتريبيوت اللي قلنا نسولف عنه قبل شوي اللي هو show as action، هذا اللي هو up show as action ب ثلاثة يعني ثلاث خيارات رئيسية اللي هي always دائما انه يكون دائما ذولا هم الايقونة او الايقونات ظاهرة. الشيء الثاني اللي هو الاف روم في حال لو يعني خلينا نقول ان وجد مكان لها او لا، اذا هذا اختاره في حال لو انا اريد يعني تكون اهمية الايتم مو كلش مهمة. وهنا أنا هنا الاخير نيفر انه هذا الايتم يعني هذا نهائيا ما يظهر لليوزر، ولكن دائما يبقى موجود بال يعني ال يعني الاوفر فلو منيو اللي تكون ترتبط مع الاوفر فلو اوفر فلو بتن. اوكي، هذا اخر شيء عندي اللي هو الكود مالت الاستلام الخاص ب يعني استلام الكليك من الايتمز اللي تكون عندي. احنا قلنا قبل شويه يعني في حال لو اسوي مثلا مثلا بوتن او اسوي لي مثلا فد كليكبل ايمج فيو، تكون الكل وحده بيهم لها كول فانكشن يعني خاصه بها، بس هنا لا راح تكون عندي يعني فد يعني في الدالة خاصة اللي هي on options item selected. في حال لو اني او اليوزر يسوي select الى اي وحدة من الايتم، اللي شيء اللي يميزنا هنا هو استلام الايتم اللي صار عليه كليك، يعني هي الاوبشن منيو بالكامل اي كليك عليها راح تتنفذ عندي هذه الفانكشن، ولكن اللي يميزها بين ذولا الايتمز اللي انا مسويهم اربعة خمسة كذا ما اعرف ايش اكثر هو استلام الايتم هذا از اوبجكت من كلاس اسمه المنيو ايتم. طبعا اكيد التفرقه بيناتهم راح تكون عن طريق السويتش كيس. السويتش هنا ايتم هذا الاوبجكت راح يجيني اقول له جيت ايتم اي دي اللي قبل شويه هن سولفنا عنه، كل واحد بيهم له فد اي دي معين وهكذا. اذا هنا في حال لو كان اني
اعرف مسبقا الاي ديز اللي راح ممكن ان تجيني، فالكل واحد بيهم انا خاله اي دي معين، فاقول طبعا ذول الاي ديز انا مسميهم، او قد يكون هو اوتوماتيكيا في حال لو كان التصميم مالتك بالدراج دروب، فانت لازم تعرف كل واحد بيهم الاي دي مالته. فهنا الاكشن اوردر هذه مالت الايقونه مالت الاوردر هذا راح يكون r.id.actionOrder. اذا في حال لو صار اكو تطابق معناته انه اليوزر هسه حاليا ضغط على هذا الايكون. الشيء الثاني ايضا بالنسبه الى الاكريات، بالنسبه الى الستيتس والفيفوريت والكونتاكت، طبعا اكيد اكو باي ديفولت انه اذا اكو فد كليك هو مثلا باي ديفولت شي يسوي، طبعا اللي هو هذا مالت السويتش كيس اللي احنا ماخذيه اصلا برمجيا. اوكي، وهنا أنا يسوي عمليه الريتيرن انه هذا الايتم سيلكتد خلاص، اذا صارت عندي عمل. فهنا أنا فد عمليه كلش بسيطه، يروح يستدعي لي الداله اللي اسمها ديسبلاي توست اللي قبل شوي سويناها حتى لا يكرر الكود مالت الشو تكست. فهو اكو عنده فد داله هي اللي تسوي له يعني هنا يعني عمليه الشو الى اي شيء يريده، او قد يكون انت عندك فد اكشن معين تخلي الكود مالته هنا، او طبعا الافضل ان تستدعي الداله اللي بها الكود اللي انت تريد. هذا الكلام بالضبط نفسه، ولكن هذا ايضا يعني يعطيك فد مثال على انه في حال لو سوينا روتيت انه شلون الـ يعني الـ هذا الـ العنصر هذا اللي احنا قلنا له انه هو يكون يعني اللي يكون هو الستيتس مالته اف روم. اوكي، فطبعا ذولا اولويز يعني ذولا هم طبعا دائما موجودين. شوف هسه في حال لو كان يعني بصوره عموديه او بصوره افقيه هم يكونون دائما موجودين، ذولا ايضا دائما موجودين. هذا في حاله اف روم، والكونتاكت اللي هو يكون مخفي في الاوفر فلو يعني منيو راح يكون هنا. طبعا اكيد لما اليوزر يضغط هنا على هذه راح تطلع له القائمه اللي يريدها. اليوم المحاضره مالتنا تنتهي الى هذا الحد، وانا اشكر استماعكم واترككم برعايه الله وحفظه.